بدكم ابدا بالحلو ولا بال يعني بالسلبي ولا بالايجابي؟ بالايجابي. الايجابي انا بعتقد انه مثل ما بيقولوا بالاتحاد قوه، كان عندكم الاتحاد وعندكم القوه واضحين فيها، ولكن كنت خايف من القفله، والقفله كنت مصر اني اسمعها اليوم، وبعتقد ما تمرنتوا عليها منيح، وما بعرف قديش بتعطيكم، قديش بتزيدكم قديش بتنقصكم من العلامات، ولكن بشكل عام يعطيكم العافيه. مرايا، لألي أنا هذا أفضل performance لألكم، بسطت بالشوا، بسطت بضحكتكم بالأنرجي الحلوة، وهيك دايما، لأنه ما بقى بدنا نشوف لا غنية حزينة ولا وجوه حزينة على المسرح. برافو مرايا. يبدو ان رحله كارول اعطتكم نفس حلو للغنى. يعني ما حتكلم تقنيا ولا حتكلم موسيقيا، حتكلم كروح. اليوم وجدت روح حلوه وبدايه مولع على المسرح. موفقين ان شاء الله. مرايا، أنا بأيد كلام لجنة الحكم، وكمان بأكد على كلام إليسا أنه أنا كمان بالنسبة إلي هيدي أحلى مرة وأحلى بيرفورمانس على المسرح. برافو. شكراً كارول، شكراً لجنة التحكيم. مرايا، أيوه، إيه أكتر حاجة ممكن تكون أثرت على الأداء في القفلة النهاردة؟ يمكن بس الحركة ممكن تكون خدت من نفس سنة بالظبط، يكون الستايل الجديد شوية. ستايل جديد. طيب دلوقتي كارول الأسبوع اللي فات خسرت فريق، وانتوا دلوقتي فريقها التاني، شايفين ان انتوا تقدروا تعوضوا الخسارة وتكملوا للآخر؟ أحمد، أنا شايف ان احنا ان شاء الله عندنا استعداد نقدم حاجات كتير، وعندنا حاجات ان شاء الله تكون افضل. وترفعوا راس كارول؟ اكيد هنرفع راس كارول طبعا. وعايزين نبارك لكارول على الالبوم الجديد، وان شاء الله دايما التوفيق. مرايا اول فرقه شفتوها وسمعتوها، وعشان ما تخسرهاش لازم تصوتوا لها. مرايا من مصر رقمهم واحد. واحد. شكرا مرايا.